بس عندنا. ايش هذا هو؟ تعال يا صبي. انا يعني في حد واقف غيرك هني؟ تعال. ايش تبي؟ تعال اقول لك. روح يا عمي روح. شرط انت تلحقني؟ انا لما اقول لك اوقف يعني توقف. ايش تبي مني؟ عندك لايتر؟ لا انا مدخن. احسن احنا بذمتكم يركض ورا الريال وطابقه عشان ولاعه؟ يا اخي روح اشتهر لك. الحمد لله وشكرا. بس عندنا. شو تبون نطلب عشاء؟ بلا والله طلب لي اي شيء. شنو هذا اي شيء؟ طلبوا اللي بتطلبون حد يعني. انا ما عندي مشكله اطلب لي اي شيء باكل. تبون نطلب فاست فود؟ فاست فود امس ماكلين بعد اليوم. تبون نطلب معجنات؟ تبي تنفخ بطنين. شنو معجنات؟ مشويات. مشويات يا حبيبي عطش. ما تعطش. بروستد. تبي تسممنا؟ شاورما. شاورما؟ انت تحب الشاورما؟ ها؟ لا. تبون ورق عنب؟ ورق عنب؟ شنو ورق عنب؟ فلازين. اي فلازين هالحزي يا حبيبي. تبون عيوش؟ لا. عش على الغداء وعش على العشاء. والله صراحة ما نعرف لكم انتو. لا عيوش لا فلازين لا ورق عنب لا بروستد لا ولا اشتبي وانت الثاني بعد. صل على النبي يا محمد. ايش فيك؟ صل على النبي. طول بالك بطول بالك بنطلب خلاص بنطلب. قولوا لا فكونا. ايش تبون عشاء؟ اي شيء. بس عندنا. الحمد لله عدت على خير. الله كريم الله كريم. ابو حسن. ويل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هلا هلا استخاله هلا. يب لي قلاص ماي بارد حده وحط في ثلج. ها ان شاء الله ان شاء الله. يب المكتب ان شاء الله. هلا انت ريح.
بول. بول لحمر النوم. الو لحظه الو، هل كثر احد يتصل؟ الو الو، ايه هل كثر حافتك؟ ثلاجه مو بقلاص. صل على النبي يا استاذ خالد، صل على النبي، تبي تذبحني؟ انت تذبحك؟ شوف جسمك ايش كبر. يلا عاد كلش مو بحزاته. باي دول الاشخاص. حسبي الله عليك، شلعين ما تشوفين شيء. ياه شركاش خذي. سلامات. انا اقول لك المكتب منور اليوم، طلع رخص من النوم. بل 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 بل، وبعدين ويا عينك ذي، يكفي انك من كم يوم صادعني في المستشفى وسب عينك، واليوم بس مداوم. والله والله لو في بنت في القانون يتكلم عن العين الحارة كان فصلتك. اطلع برا. بل هذه صوت ولا مكبر؟ بل كاميرا جديدة مركبين هني. انا الحين صدق عيوني حاره، ما اعتقد بس الناس الحاسه ذبحها. ولا انا اشوف ايش حلوني، شوفوا عيوني ايش حلوها. ايش في ايش فيني قلت ما اشوف. هذه نهايه نظر روحي صراحه، ما عندكم سالفه. هاي حيطلع حيطلع. اختي اختي اختي، في جرح عورني. اشوف الحين بروح. عدال خفي علينا يا ديتول، يا الايدين، يا المستشفى. اي والله راح الجرح. خف علينا، خليك ويانا، واضحك معانا والضحكه علينا. اترك عنك الهم واترك عنك الغم، اضحك وصير فريش وخليك مبتسم. خف علينا، خليك قول ايش قاعد تقول. خليك قول. خف علينا، مواقف طريفه، سوالف خفيفه والضحكه ظريفه. اترك عنك الهم واترك عنك الغم، اضحك وصير فريش وخليك مبتسم. خف علينا. شنو يقول لك؟ خف علينا. ما اسمع. يقول لك خف علينا. خف علينا اقول. ايش قاعد تقول؟ يقول لك خف علينا. ايش فيك يا جماعه؟ خفوا علينا. استريح. ما فهمت. ما يفهم. ذبحتني اقول لك خف علينا، فهمت؟ خف علينا اخيرا فهمت.